احمد اعطى شو رايه في الموضوع نتاع حنا بعل خاصه نتاع حنا بعل المجري؟ بصراحه ما اتاه حنا بعل رده فعل مشينه. عمرك ما تصير انت ملاعب بروفيسيونيل تعمل المدرب نتاعك، ولو اني اللوم زاد في نفس الوقت فوزي البنزاتي على تمس فيه الملاعب من اساسه، عندك تعليمات باش تعطيه له اعطيه له شفاهيا ولا كان فوزي تبيعت الناس كل هكا انا عارفه تبيعتك خليها يا الكونتكست صار وتغير، راك تحكي على ليكيب ناسيونال وتتعامل مع دي جوار بروفيسيونيل. هاك رده الفعل، رده الفعل انا ارى فوزي البنزاتي بصراحه تاريخ وانجازاته والالقاب اللي خذاها في كره القدم التونسيه شلك روحه المره هذه في رجعته ليكيب ناسيونال، رجع في توقيت خطا بصراحة. فوز البنزرتي صحيح. يعني استنفد رصيده يا أحمد. فما عبيد شو استنفد رصيده؟ أنا مع فوز البنزرتي قلت عمناه البطل تونس للأسف الشديد اليوم واستنفد رصيده. للأسف الشديد عودة فوز البنزرتي توقيت خسرت، والتوقيت خسرته من رصيده معناته من الاحترام. هيك تشوف الشير فيه مدرب معناته يتم التعامل معه بالطريقة ذي المشينة معناته قدام في التلفزة في الديريكت من ملاعبي عمره 18 سنة. فوز البنزرتي وبرستيج وقدره واحترامه وكاريره عليه رجعنا لكيب ناسيونال بعد ما خرجت منها بالطريقة المشينة ذيك. ليه ماذا سيضيف ماذا سيضيف المنتخب الوطني لرصيد فوز البنزرتي وقت اتخذها في الظروف هذه؟ خذيتها في ظروف سيئة للغاية يا أحمد. يا أحمد خلينا نفسلك أحمد، فما مدربين ليه أسمعني هذه شواء في الوقت مخلط. فوزي البنزرتي حتى حد لا يشك في قيمته وقيمة ثابتة هكا ولا احنا مش نحكي على أحمد. شو مسلك جوست ميساج اليوم المدرب ظاهر بعد ظهرك كيفاش نحاول في الكيب ناسيونال ايمت وديع جري قالوا الملاعبيه هكا وهكا وما حبتوش. اليوم كتاريخ فوزي البنزرتي هز القاب مع الفريق نتاعنا في معناتها في تونس سواء في المغرب سواء في تونس هكا ولا مدرب هذا يتمنى يحب ياخذ المنتخب في 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 الفانت كارير نتاعو. مي انا مانيش معاه همش نقول لك علاش، خاطر اليوم انت تقبلت تشد المنتخب ودي عارفه في خايبه برشا عاد نخرج انا بقدري صحيح علي نسخ قلنا يا مروان ما تطلعش كيما تو الملعبيه. هاو نعطيك بار اكزومبل الملعبيه يا اخي الملعبيه اليوم علاش تو قاعده خلينا من الملعبيه علاش الملعبيه قاعده في المنتخب التاريخ نتاعو السيد فوزي البنزرتي تاريخه مروان. خلينا نواصل معك في في الجمله اللي قلتها لهنا قلت نخرج بقدري باه. حسب المعلومات المصادرنا معناتها وصلتنا مؤكده 100% فوز البنزرتي طلب من كمال يدير انه يخرج. هذه ما فهمش منها هذي قلت لك مؤكد من هاني قلت لك هذي طلع ليش همش قلت لك قلت لك مؤكد حتى انا عارفها باش تصير الحكايه هذي وكمال يدير باش يحب يخليه بيت كذا هذا وطلب من كمال يدير انه يخرج تسبف به هذي طلع ليش خويا الغاليه ها تسمع فماش تقول لك سايب ليكيب ناسيونال ويمشي هذي باش يبعت البريسيون على الانترونور شكونه؟ ايش كلمك؟ هذه تخرج دعايه لفوز البنزرتي. لا ماهيش دعايه هذه مؤكده. ايش كلمك؟ ماهيش مؤكده. انا قلت مؤكده. انا قلت انا قلت قري الحساب من بعد الماتش هذا يعرفوا السيناريو شنو باش يصير. خلينا نشوف انا. ايش كلمك يا اسير؟ هذه تخرج الحكايه اللي المدرب يحب يستقيل واليوم كمال يدير قالوا لا باش يبعد هاو سي فوزي كيفاش هكا وهكا. سي فوزي يخدم على روحك اليوم انت شكون باش تجيب خلف فوزي البنزرتي اليوم؟ عندك فلوس اليوم تجيب المدرب اجنبي؟ هاو نحكيو بصراحه هذه مشي بعدو لي بريسيون كيما ملاعبيه مش حكيت بريسيون على حساب ديما المصلحه العامه. علاش ديما ناخذوا قرارات معناتها نسيو مش تدعب بعض الضغوطات على فوزي البنزرتي؟ انا بالنسبه للسيد فوزي البنزرتي احتراما لتاريخه انا لو مكانه نروح لتونس ديريكت مقدم استقالتي ما نستنى حتى تطيح. هاو قدمها اي ليه تي بون ما نعرفش لازمنا انا نشوفه تي ليه تترفض علاش تترفض؟ ما عندكم الثقه في المصدر نتاعي؟ لا 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 حسيتكم ما عندكم الثقه. لو قدمها فوز البنزرتي ورفضها السيد كمال يدير يا خيبه المسعى راهو يلزمنا نقدموا ديما المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه. اربع مقابلات عملهم فوزي في ستاج بجمعتين قولوا جمعه الماتش اللي فات وجمعه الماتش هذا النجم نقيم مدرب معناها سي نورمال تنجم تقيم انت مدرب في الجيستيون تاعو في ليكيب ناسيونال في اربع ولا خمسه ماتشات تلعبهم ابار فوزي بنزرتي راهو قلت لك لا جداله في كفاءته ما نجمش تناقشوا في المساله هذه. اما انت راك زاده مش مربوط بكفاءتك انت فما ظرف عام تخدم فيه فما امبيونس تخدم فيها فما جو عام تخدم فيه. فوزي البنزرتي جاء في الوقت الخطا نحكي لك حاجه كانه معناتها حب يعمل كيما الروفونش كيما الروفونش خاطر طول عمره كان محروم من المنتخب وما خداش فرصه كامله خدا فرصته توا في وقت خايب على الاخر وراه تنجم ليكيب ناسيونال ما ترشحش كاس افريقيا وعادي راه لا باش ترشحوا يا احمد يا احمد باش ترشحوا يا ودي تربح جامبيا في تونس باش تربح جامبيا بحاجه اللي مش ما نتكلموش مع بعضنا وين حبيت طلبت كلمه انا جوست برشا بركه بقدره ربي وانا سيكيسيور انا نعطيك يا احمد 100% باش نترشحوا ان شاء الله باذن الله نحن واحد عمل حاجه اللي ماهيش باهي كنت تصور باش تخسر مع مع جزر ما نعرفش شنو سيكيسيور خاطر اليوم مازال اصبر يزيد ماكل انا نتاعك مازال ماتش جامبيا
مازال ماتش قاعد يقول مع بعضهم ما تكلموش مع بعضهم دي ما عندنا احنا راه والله شالك زاد المنتخب كره القدم توصيل بلاتويت نعطيك بلاتويت نتاع انتباعيه نتاع ما عندناش تحليل في شنو نحلوا اضرينا ياسر كره القدم التونسيه راه خاصه بالمنتخب فقط نكمل مع طارق في الموضوع هذا ما سمعناه شوف احنا منتخب رانا واقعي من الاخير نعطيك يحكي لي توا احنا على فوز البنزرت فوز ما اختار الوقت الخاطئ باش يشد فيه المنتخب وشوف نعود ونرجع نفس انا بالنسبه لي انا راهو اللي كمال يدير 90% هو اللي يتحمل المسؤوليه لانه كان جاء اتخاذ القرارات وحط الناس المناسبه في المكان المناسب فيش يتحمل مسؤوليه بتبع انت كي تتخذ القرارات باش تحط مدرب على انا اساس نحيت النفطي وحطيت فوزي وعلى انا اساس معناتها كي تحط الانضباط راهو يفرضوا رئيس الجامعه هو فوزي حط وصف جليل حطوا وصف جليل وبعد انت تخليت على فلان وخليت فلان السيد فوزي في عهد وصف جليل في عهد تفرض على الجامعة السيد فوزي مازال تفرض على الفيديراسيون وما كانش الشوا نتاع ملولين نقول لك شفتهم هما الكل اللي كانوا مخالفين وعنتها وديع كل واحد جاء شد بوست فوزي خطره تظلم مثلا نقوله في عهد وديع تفضل شد بوست ناجي الجويني كان معارض مع وديع اختلف تفضل شد بوست فلان الفلاني كان ما يعارض وديع وكذا تعال شد بوست هي لكن اسكو هو في الوقت المناسب ولا اسكو مش نحكي على الكومبيتونس راه ينجموا يكونوا دي كومبيتون لكن الوقت اللي اختاروه توا معناها في اعتباركم فوزي مش الوقت المناسب ماهوش الوقت المناسب وقت خذ المنتخب ما سمعت حد انا قال الكلام هذا الناس الكل كانت ما خاطر عرفتش علاش خاطر هما احنا نمشيو باش يسكتوا الرأي العام الرأي العام بالإجماع الناس الكلها دي هو حتى من مقارنة ما بين النفطي وما بين الفوزي الناس الكلها مشات الفوزي خاطر الناس شوف تحكي 90% كنا ترين 90% رانا ترينينا عند فوزي وشفتهم المدربين توا واللي ترنا واللي ترنا وكل عند فوزي دونك الناس الكلها ماشية لاتجاه فوزي تاريخه معناتها ديما نتاع الألقاب وتترويات وكذا كلش دونك الناس الكل حابت عبارة تكريم ليه لكن الوقت كان خايب برشا مازلنا باش نحكيو بعد شوية في قية المواضيع في حصتنا اليوم نشوف فاصل الموسيقى وبعد مكملين